ببركة الله وببركة ثلاثة نظريات في الشريعة الإسلامية. تقرر هذه النظريات الحكم الإسلامي أو الحكم المدني أو الحكم بشكل عام على الدولة. فقال النظرية الأولى التي تتحدث، طبعاً إحنا نذكر النظريات الثلاث، نظريتين نتركها بدون تفصيل. النظرية الثالثة اللي إحنا هي محط ريحان. النظرية الأولى التي تقول بولاية الفقيه، وهي النظرية التي تنقسم إلى قسمين: النظرية الولاية الفقيه العامة ونظرية الولاية الفقيه الخاصة. بغض النظر عن التفاصيل في هذا الموضوع الذي كتب فيه الكثير وألف فيه الكثير، التي يكون محورها باختصار هو حكم ولاية حكم الفقيه في الأمة. توري شنو الشغلة المهمة؟ مو مش كل ذاكرته مرات رحم الوالدكم هو شو اسمه صفنا تحب ضي القمر وتحبني نجمة وشخب. الذي أنا بصدد طرحه، وهي نظرية ولاية الأمة على نفسها. تجربة ناجحة، ونحن كلنا وكل عشائر العراق ملتزمين بما وجه به السيد السيستاني حفظه الله. نحن نريد أوجه جديدة، شبعنا الوجوه القديمة كلها ما لبت نداء الشعب العراقي. فنحن الآن إن شاء الله سائرين على أوجه جديدة، وإن شاء الله ستكون الأوجه الجديدة هي لبناء العراق الجديد، ومن الله التوفيق. الأديان ومختلف المذاهب سواء كان إسلامي. دائما العراق يكون الترشيحات أكثرية يا أما عن شهادات أو يكون عن طريق الترشيح العشائري. إحنا الحمد لله التجمع مالنا كان عشائري مهني، يعني مو فقط أنه عشائري. عملنا لجنة ودخلنا كل المتنافسين من قبل عشيرتنا، كل من قدم السي في ماله، وتم الاختيار للمرشحة المهندسة أسماء إسماعيل حسين الباز السامرائي أنه تكون أحد المرشحات اللي فازت هي كترشيح عن قبيلة السادة الباز الحسينية. واللجنة اللي اختارتها لكفاءتها ولأنه هي تكون تكنوقراط، وإن شاء الله الله يوفقها وكل مآزريها، وإن شاء الله الفوز الساحق لها. إسلامي، نحن نقول بأن هذا الفكر قبل أن يضلل ويكذب على الآخرين.